المقامة البرقعيدية. حكى الحارث بن همام قال: أزمعت الشخوص من برقعيد، وقد شمت برقعيد، فكرهت الرحلة عن تلك المدينة، أو أشهد بها يوم الزينة. فلما أظل بفرضه ونفله، وأجلب بخيله ورجله، اتبعت السنة في لبس الجديد، وبرزت مع من برز للتعييد. وحين التأم جمع المصلى وانتظم، وأخذ الزحام بالكظم، طلع شيخ في شملتين محجوب المقلتين، وقد اعتضد شبه المخلاه، واستقاد لعجوز كالسعلاه، فوقف وقفة متهافت، وحيى تحية خافت، ولما فرغ من دعائه أجال خمسه في وعائه، فأبرز منه رقاعا قد كتبن بألوان الأصباغ في أوان الفراغ، فناولهن عجوزه الحيزبون، وأمرها بأن تتوسم الزبون، فمن آنست ندى يديه ألقت ورقة منهن لديه، فأتاح لي القدر المعتوب رقعة فيها مكتوب: لقد أصبحت موقوذا بأوجاع وأوجال، وممنوا بمختال ومحتال ومغتال، وخوان من الإخوان قال لي لإقلالي، وإعمال من العمال في تضليع أعمالي، فكم أصلي بأذحال وإمحال وترحال، وكم أخطر في بال ولا أخطر في بالي، فليت الدهر لما جار أطفى لي أطفالي، فلولا أن أشبالي أغلالي وأعلالي، لما جهزت آمالي إلى آل ولا والي، ولا جررت أذيالي على مسحب إذلالي، فمحرابي أحرى بي وأسمالي أسمالي، فهل حر يرى تخفيف أثقالي بمثقالي؟ قال الحارث بن همام: فلما استعرضت حلة الأبيات تقت إلى معرفة ملحمها وراقم علمها، فناجاني الفكر بأن الوصلة إليه العجوز، وأفتاني بأن حلوان المعرف يجوز، فرصدتها وهي تستقري الصفوف صفا صفا، وتستوكف الأكف كفا كفا، وما إن ينجح لها عناء، ولا يرشح على يدها إناء، فلما أكد استعطافها وكدها مطافها، عاذت بالاسترجاع ومالت إلى إرجاع الرقاع، وأنساها الشيطان ذكر رقعتي فلم تعج إلى بقعتي، وآبت إلى الشيخ باكية للحرمان شاكية تحامل الزمان، فقال: إنا لله، وأفوض أمري إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أنشد: لم يبق صاف ولا مصاف ولا معين ولا معين، وفي المساوي بدا التساوي، فلا أمين ولا ثمين. ثم قال لها: من النفس وعديها، واجمع الرقاع وعديها. فقالت: لقد عددتها لما استعدتها، فوجدت يد الضياع قد غالت إحدى الرقاع. فقال: تعسا لك يا لكاع، أنحرم ويحك القنص والحبالة والقبس والذبالة؟ إنها لضغث على إبالة. فانصاعت تقتص مدرجها وتنشد مدرجها، فلما دانتني قرنت بالرقعة درهما وقطعة، وقلت لها: إن رغبت في المشوف المعلم، وأشرت إلى الدرهم، فبوحي بالسر المبهم، وإن أبيت أن تشرحي فخذ القطعة واسرحي. فمالت إلى استخلاص البدر التم
والأبلج الهم، وقالت: دع جدالك وسل عما بدالك. فاستطلعتها طلع الشيخ وبلدته والشعر وناسج بردته، فقالت: إن الشيخ من أهل سرود، وهو الذي وش الشعر المنسود. ثم خطفت الدرهم خطفة الباشق، ومرقت مروق السهم الراشق. فخالج قلبي أن أبا زيد هو المشار إليه، وتأجج كربي لمصابه بناظريه، وآثرت أن أفاجيه وأناجيه لأعجم عود فراستي فيه. وما كنت لأصل إليه إلا بتخطي رقاب الجمع المنهي عنه في الشرع، وعفت أن يتأذى بي قوم أو يسري إلي لوم، فسدكت بمكاني وجعلت شخصه قيد عياني، إلى أن انقضت الخطبة وحقت الوثبة، فخففت إليه وتوسمته على التحام جفنيه. فإذا المعية المعية ابن عباس، وفراستي فراسة إياس، فعرفته حينئذ شخصي، وآثرته بأحد قمصي، وأهبت به إلى قرصي، فهش لعارفتي وعرفاني، ولبى دعوة رغفاني، وانطلق ويدي زمامه، وظلي إمامه، والعجوز ثالثة الأثافي، والرقيب الذي لا يخفى عليه خافي. فلما استحلس وكنتي وأحضرته عجالة مكنتي، قال لي: يا حارث، أمعنا ثالث؟ فقلت: ليس إلا العجوز. قال: ما دونها سر محجوز. ثم فتح كريمتيه ورأى بتوأمتيه، فإذا سراج وجهه يقدان كأنهما الفرقدان. فبتهجت بسلامة بصره، وعجبت من غرائب سيره، ولم يلقني قرار ولا طاوعني اصطبار، حتى سألته: ما دعاك إلى التعامي مع سيرك في المعامي، وجوبك الموامي، وإيغالك في المرامي؟ فتظاهر باللكنة وتشاغل باللهنة، حتى إذا قضى وطره أتأر إلي نظره، وأنشد يقول: ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده، تعاميت حتى قيل إني أخو عمن، ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. ثم قال لي: انهض إلى المخدع فأتني بغسول يروق الطرف وينقي الكف وينعم البشرة ويعطر النكهة ويشد اللثة ويقوي المعدة، وليكن نظيف الظرف أريج العرف فتي الدق ناعم السحق، يحسبه اللامس ضرورا ويخاله الناشق كافورا، واقرن به خلالة نقية الأصل محبوبة الوصل أنيقة الشكل مدعاة إلى الأكل، لها نحافة الصب وصقالة العضب وآلة الحرب ولدونة الغصن الرطب. قال: فنهضت فيما أمر لأدرأ عنه الغمر، ولم أهم إلى أنه قصد أن يخدع بإدخالي المخدع، ولا تظنيت أنه سخر من الرسول في استدعاء الخلالة والغسول. فلما عدت بالملتمس في أقرب من رجع النفس، وجدت الجو قد خلا والشيخ والشيخة قد أجفلا، فاستشطت من مكره غضبا وأوغلت في إثره طلبا، فكان كمن قمس في الماء أو عرج به إلى عنان السماء. المقامة المعرية. أخبر الحارث بن همام قال: رأيت من أعاجيب الزمان أن تقدم خصمان إلى قاضي معرة النعمان، أحدهما قد ذهب منه الأطيبان، والآخر كأنه قضيب البان. فقال الشيخ: أيد الله القاضي كما أيد به المتقاضي،
إنه كانت لي مملوكة رشيقة القد، أسيلة الخد، صبور على الكد، تخب أحيانا كالنهد، وترقد أطوارا في المهد، وتجد في تموز مس البرد، ذات عقل وعنان، وحد وسنان، وكف ببنان، وفم بلا أسنان، تلدغ بلسان نضناض، وترفل في ذيل فضفاض، وتجلى في سواد وبياض، وتسقى ولكن من غير حياض، ناصحة خدعة، خبأة طلعة، مطبوعة على المنفعة، ومطواعة في الضيق والسعة، إذا قطعت وصلت، ومتى فصلتها عنك انفصلت، وطالما خدمتك فجملت، وربما جنت عليك فآلمت وململت، وإن هذا الفتى استخدمنيها لغرض، فأخدمته إياها بلا عوض، على أن يجتني نفعها، ولا يكلفها إلا وسعها، فأولج فيها متاعه، وأطال بها استمتاعه، ثم أعادها إلي وقد أفضاها، وبذل عنها قيمة لا أرضاها، فقال الحدث: أما الشيخ فأصدق من القطى، وأما الإفضاء ففرط عن خطى، وقد رهنته عن أرش ما أوهنته، مملوكا لي متناسب الطرفين، منتسبا إلى القين، نقيا من الدرن والشين، يقارن محله سواد العين، يفشي الإحسان، وينشي الاستحسان، ويغذي الإنسان، ويتحامى اللسان، إن سود جاد، أو وسم أجاد، وإن زود وهب الزاد، ومتى استزيد زاد، لا يستقر بمغنى، وقل ما ينكح إلا مثنى، يسخو بموجوده، ويسمو عند جوده، وينقاد مع قرينته، وإن لم تكن من طينته، ويستمتع بزينته، وإن لم يطمع في لينته. فقال لهما القاضي: إما أن تبينا وإلا فبينا. فابتدر الغلام وقال: أعارني إبرة لأرفو أطمارا عفاها البلا وسودها، فانخرمت في يدي على خطأ مني لما جذبت مقودها، فلم ير الشيخ أن يسامحني بأرشها إذ رأى تأودها، بل قال: هات إبرة تماثلها، أو قيمة بعد أن تجودها، واعتاق ميلي رهنا لديه، وناهيك بها سبة تزودها، فالعين مرها لرهنه ويدي، تقصر عن أن تفك مرودها، فاسبر بذا الشرح غور مسكنتي، وارث لمن لم يكن تعودها. فأقبل القاضي على الشيخ وقال له: إيه بغير تمويه. فقال: أقسمت بالمشعر الحرام، ومن ضم من الناسكين خيف منا، لو ساعفتني الأيام لم يرني مرتهنا ميله الذي رهنا، ولا تصديت أبتغي بدلا من إبرة غالها ولا ثمنا، لكن قوس الخطوب ترشقني بمصميات منها هنا وهنا، وخبر حالي كخبر حالته، ضرا وبؤسا وغربة وضنا، قد عدل الدهر بيننا، فأنا نظيره في الشقاء وهو أنا، لا هو يستطيع فك مروده لما غدا في يدي مرتهنا، ولا مجال لضيق ذات يدي فيه اتساع للعفو حين جنى، فهذه قصتي وقصته، فانظر إلينا وبيننا ولنا. فلما وعى القاضي قصصهما وتبين خصاصتهما وتخصصهما، أبرز لهما دينارا من تحت مصلاه، وقال لهما: اقطعا به الخصام وافصلاه. فتلقفه الشيخ دون الحدث، واستخلصه على وجه الجد للعبث، وقال للحدث: نصفه لي بسهم مبرتي، وسهمك لي عن أرش إبرتي، ولست عن الحق أميل، فقم وخذ الميل. فعرى الحدث لما حدث اكتئاب، واكفهر على سمائه سحاب،
وجمله القاضي وهيج أسفه على الدينار الماضي، إلا أنه جبر بال الفتى وبلباله بدريهمات ردخ بهاله، وقال لهما اجتنب المعاملات ودرأ المخاصمات ولا تحضراني في المحاكمات، فما عندي كيس الغرامات. فنهضا من عنده فرحين برفده مفصحين بحمده، والقاضي ما يخبو ضجره مذ بض حجره ولا ينصل كمده مذ رشح جلمده، حتى إذا أفاق من غشيته أقبل على غاشيته وقال: قد أشرب حسي ونبأني حدسي أنهما صاحبا دها لا خصم ادعاء، فكيف السبيل إلى سبرهما واستنباط سرهما؟ فقال له نحرير زمرته وشرارة جمرته: إنه لن يتم استخراج خبائهما إلا بهما. فقفهما عونا يرجعهما إليه، فلما مثل بين يديه قال لهما: اصدقاني سن بكركما ولكما الأمان من تبعة مكركما. فأحجم الحدث واستقال، وأقدم الشيخ وقال: أنا السروجي وهذا ولدي، والشبل في المخبر مثل الأسد، وما تعدت يده ولا يدي في إبرة يوما ولا في مرودي، وإنما الدهر المسيء المعتدي ما لبنا حتى غدونا نجتدي، كل ندي الراحة عذب المورد، وكل جعد الكف مغلول اليد، بكل فن وبكل مقصد بالجد إن أجدى وإلا بالددي، لنجلب الرشح إلى الحظ الصدي وننفد العمر بعيش أنكدي، والموت من بعد لنا بالمرصد، إن لم يفاج اليوم فاجا في غدي. فقال له القاضي: لله درك، فما أعذب نفثاتي فيك، وواها لك لولا خداع فيك، وإني لك لمن المنذرين وعليك من الحذرين، فلا تماكر بعدها الحاكمين واتق سطوة المتحكمين، فما كل مسيطر يقيل ولا كل أوان يسمع القيل. فعاهده الشيخ على اتباع مشورته والارتداع عن تلبيس صورته، وفصل عن جهته والخطر يلمع من جبهته. قال الحارث بن همام: فلم أرى أعجب منها في تصاريف الأسفار، ولا قرأت مثلها في تصانيف الأسفار.